بركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وإلهنا. باركي يا نفسي يا الرب. أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا. الاعتراف وعظم الجلال تسربلت. اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، والمسقف بالمياه علالية، الذي جعل السحاب مركبته الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، تصعد إلى الجبال وتنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها حدا فلا تتعدى ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل عيونا في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من علالية، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض وخمرا تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهيرودي تتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربطت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء، معظم آمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن، هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواح فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإله ما دمت موجودا، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب، فليبد الخطأة من الأرض والأثمة حتى لا يوجد فيها. باركي يا نفسي يا الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا، لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب. إليه صار. السلام الذي من العلا وخلق.
خلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا ليس. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. يا ليس. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة جميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا ليسار. من أجل المسافرين في البر والبحر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا ليسار. وعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب. يا من تسبحه القوات المقدسة بتسابيح لا تصمت وتماجيد لا تفتر، املأ أفواهنا من تسبيحتك لنعظم اسمك القدوس، وامنحنا حظا وميراثا مع جميع الذين يخشونك حقا ويحفظون وصاياك بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى الرب صرخت في ضيقي فاستجاب لي. يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا يعطى لك وماذا يزاد يا لسان الغش؟ أنت مثل نبال الجبار المسنونة، أنت مثل جبر العرعر. ويكن لي طال اغترابي وفي خيام قدارة سكنت كثيرا، طالت غربتي على نفسي، كنت مسالما مع بغضيا السلام. ولما كلمتهم به قاتلوني بلا سبب، رفعت عيني إلى الجبال من أين يأتي عوني؟ معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل فلا ينعس حافظ. ها إن حارس إسرائيل لا ينعس ولا ينام. الرب يحرسك والرب ستر لك عن يدك اليمنى. فلن تلفحك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحرس نفسك. الرب يحرس دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب ننطلق. في ساحاتك وقفت أرجلنا يا أورشليم. أورشليم المبنية كمدينة ملتئمة ذات اتحاد. إلى هناك صعدت الأصباط، أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليعترفوا لاسم الرب. لأنه هناك نصبت كراسي القضاء، كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والهناء للذين يحبونك. ليكن سلام في قواتك وهناء في قصورك. من أجل إخواني وجيراني دعوت لك بالسلام.
من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. إليك رفعت عيني يا ساكن السماوات، ها هما كمثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، وكعيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك عيوننا إلى الرب إلهنا حتى يرأف بنا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما امتلأت نفوسنا، فليأتي العار على المغصبين والإهانة على المتكبرين. لو لم يكن الرب معنا ليقل إسرائيل، لو لم يكن الرب معنا لقام البشر علينا وابتلعونا أحياء. عندما احتدم غضبهم علينا لغبرتنا المياه، وجازت على نفوسنا السيول، بل لجازت على أنفسنا المياه الطاغية. تبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت نفوسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجونا، معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع قديسي والدة الإله نودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب. أيها الرب الرؤوف الرحيم الطويل الأناة الكثير الرحمة، أنصت لصلاتنا واصغي إلى صوت تضرعنا، واصنع معنا علامة للصلاح. اهدنا في طرقك لنسلك في حقك، أبهج قلوبنا لنخشى اسمك القدوس، لأنك عظيم أنت وصانع العجائب. أنت الله الوحيد وليس لك شبيه في الآلهة يا رب، قوي في الرحمة وصالح في القوة، لتعين وتعزي وتخلص جميع المتوكلين على اسمك القدوس. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. الذين يتوكلون على الرب هم مثل جبل صهيون، الساكن أورشليم لا يتزعزع إلى الأبد. أورشليم الجبال من حولها، والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. لأن الرب لا يدع عصا الخطأ تستقر على نصيب الصديقين، لئلا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. فأنعم يا رب على ذوي الصلاح وعلى مستقيمي القلوب. أما الذين يميلون إلى طرق معوجة فيسوقهم الرب مع فاعلي الإثم، السلام على إسرائيل. عندما رد الرب سبي صهيون أصبحنا فرحين، حينئذ امتلأت أفواهنا سرورا وألسنتنا تهليلا، وقالوا في الأمم: قد عظم الرب الصنيع مع هؤلاء، عظم الرب الصنيع معنا فغدونا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالسرور. سيرا كانوا يسيرون وبالدموع كانوا يلقون بدارهم، وعند رجوعهم كانوا يحملون أغمارهم مسرورين. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل لكم أن تبكروا في القيام وأن تتأخروا عن الرقاد، أنتم يا من يأكلون خبز المشقة، حين يمنح الرب أحباءه رقادا. ها إن البنين هم ميراث من الرب، وثمرة البطن هذه هي منحة منه. كالنبال بيد الجبار كذلك الأبناء الذين أضنكهم السبي. فطوبى لمن يشبع مشتهاه منهم، فإنهم لا يخزون عندما يكلمون أعداءهم بالباء. طوبى لجميع الذين يتقون الرب والسالكين في طرقه. إنك تأكل من أثمار أتعابك فلك الطوبى والخير. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان الذي يخاف الرب، يبارك الإنسان الذي يخاف الرب. الرب يباركك من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك، والسلام على إسرائيل.
كثيرا ما قاتلوني منذ شبابي ليقل الآن إسرائيل، كثيرا ما قاتلوني منذ شبابي ولم يقدروا علي، على ظهري من الوراء تآمر الخطأ وطالت مؤامراتهم، الرب صديق يقطع أعناق الخاطئين، ليخزى كل الذين يبغضون صهيون وليرتدوا إلى الوراء وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا حازم الحزن حيطه، ولم يقل المارون به بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. إليس أعرض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإلى دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين يعرفنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب. يا رب لا توبخنا بغضبك ولا تؤدبنا بسخطك، بل اصنع معنا بحسب دعتك يا طبيب نفوسنا وشافيها، أرشدنا إلى ميناء إرادتك، أنر أعين قلوبنا لمعرفة حقك، وهبنا أن يكون لنا غابر هذا النهار وكذلك كل زمان حياتنا سلاميا وبلا خطيئة بشفاعات القديسة والدة الإله وجميع القديسين، لأنك إله صالح محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب استمع لصوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوتي تضرعي، إن كنت للأذان راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك هو الاغتفار. من أجل اسمك يا رب صبرت، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب، لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثام. يا رب إن قلبي ما ترفع وعيني ما تشامختا، أناسا عظماء أعلى مني وذوي عجب ما عاشرت، فإن كنت ما تذللت بعقلي كما يتذلل الفطيم لأمه، بل رفعت نفسي فأنت تجازيني، ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. أذكر يا رب داود وكل دعته، وكيف حلف للرب ونذر لإله يعقوب قائلا: إني لن أدخل خباء بيتي، ولن أصعد على فراش سريري، ولن أعطي لعيني نوما، ولا لأجفاني نعاسا، ولا لصدغي راحة، حتى أجد مقرا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها إنا سمعنا به في أفراثا ووجدناه في بقاع الغاب، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي قامت فيه قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يتهللون، من أجل داود عبدك لا تصرف وجه مسيحك. الرب حلف لداود بالحق ولا يخلف، من ثمرة بطنك أجلس على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهادات التي أعلمهم، فبنوهم أيضا يجلسون على كرسيك إلى الأبد، لأن الرب اختار صهيون وارتضاها له مسكنا، هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني إياها اخترت. سأبارك زادها تبريكا، سأشبع مساكينها خبزا، سأكسو كهنتها خلاصا فيبتهج أبرارها ابتهاجا. هناك أنبت لداود قرنا، هيأت لمسيحي سراجا، أكسو أعداءه خزيا وعليه يزهر قدسي. هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الزيت المعطر على الرأس، النازل على اللحية لحية هارون، النازل على جيب قميصه، مثل ندى حرمون، النازل على جبال صهيون،
لأنه هناك أوصى الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هاليلويا 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 المجد لك يا الله. هاليلويا 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 المجد لك يا الله. هاليلويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا كليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. أيها الرب إلهنا اذكرنا نحن عبيدك الخطأ العطالين فيما نستغيث باسمك القدوس الواجب السجود له، ولا تخذلنا من رجاء رحمتك، لكن أنعم علينا يا رب بكل ما نطلبه للخلاص، وأهلنا أن نحبك ونخشاك من كل قلوبنا ونعمل بإرادتك في كل شيء، لأنك أنت هو إلهنا إله الرحمة والخلاص، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إليك صرخت فاستمع لي يا
حصينا على شفتين. ناتم القلب لكلام الشرف تعلنا بعلل الخطايا مع الناس عاملين الإثم ولا أتفق مع مختاريهم. سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخاطئ فلا يدان به رأسي. لأن صلاتي أيضا في مسراتهم قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين في صخرة. يسمعون كلماتي فإنها قد استلذت مثل سم الأرض المنشق على الأرض تبددت عظامهم حول الجحيم. فإليك يا ربي يا ربي عناية وعليك توكلت فلا تنزع نفسي. احفظني من الفخ الذي نصبه لي ومن مآثر صنيعي الإيم. تسقط الخطأة في مصائدهم وأكون وأنا على انفراد إلى أن أعبر. بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرع. أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبر. دفن روحي مني أنت تعرف سبلي. في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفوا لي فخا. تأملت في الميامن وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المراب مني ولم يوجد من يطلب نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء. أنصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جدا. أجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر أسمان. لما بددت الغناء الأبوي مفرطا حصلت مغفرا قاطنا في بلدة سكان أشرار. وبالبهيمية ضاهيت البهائم العديمة العقل وتعريت من كل نعمة إلهية. لذلك أعود هاتفا إليك أيها الآب المتحنن الرؤوف. قد أخطأت فاقبلني اللهم تائبا وارحمني. يا ينتظر الصديقون حتى تجزيني. لما بددت الغناء الأبوي مفرطا حصلت مغفرا قاطنا في بلدة سكان أشرار. وبالبهيمية ضاهيت البهائم العديمة العقل وتعريت من كل نعمة إلهية. لذلك أعود هاتفا إليك أيها الآب المتحنن الرؤوف. قد أخطأت فاقبلني اللهم تائبا وارحمني. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي. يا شهداء الرب يا من قدمتم لله كقرابين متنفسة ومحرقات ناطقة وضحايا كاملة وعرفتم الله وعرفتم من الله. أيها الخرافة التي سيرتها غير مطروقة من الذئاب تشفعوا بأن نرعى معكم ونحن أيضا على ماء الراحة. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. أيها الرسل المعينون لله الذين ظهرتم أشعة للشمس العقلية اطلبوا الاستنارة لنفوسنا واعتقونا من ظلام الآلام الحالك وتوسلوا بنا أن نشاهد اليوم الخلاصي. وبطلباتكم وابتهالاتكم طهروا قلوبنا التي جرحها الشرير الغاش لكي إذا نجونا نكرمكم دائما يا مخلصي العالم بالإنذار الكلي الحكمة. إن كنت اللثام راصدا يا رب يا رب فمن يثبت فإن من عندك الاغتفار. لقد سافرت إلى بلد الشرور أنا الشاطر فبطريقة ردية صرفت الغنى الذي أعطيتني أيها الآب المتحنن. فلذا أتضور جوعا من أفعال الصلاح وها قد تسربلت خزي المعصية عاريا من النعمة الإلهية. أصرخ إليك هاتفا أخطأت لأنني قد عرفت خيريتك فاقبلني كأحد أجرائك أيها المسيح الرؤوف.
بطلبات رسلك الذين أحبوك. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. يا رسل المخلص كواكب المسكونة ومخلصيها والمحسنين إليها والمذيعين مجد الله كسموات والمزينين بنجوم العجائب وآيات الأشفية، قدموا إلى الرب وسائل بغير فتور من أجلنا ليقبل صلواتنا كعرف زكي، ويؤهلنا أن نعاين بخوف الصليب الحامل الحياة، ونصافحه الذي بالسجود له نتوسل إليك أيها المخلص أن توجه لنا مراحمك بما أنك محب البشر. من انفجار الصبح إلى الليل، من انفجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. أيها الشهداء الحسنو والظفر، يا من ظهرتم في أواخر الأزمنة كواكب لا تغرب في جلد الكنيسة الموقر، لقد أنرتم البسيطة بأسرها ببهاء جهاداتكم وأزلتم ظلمة الضلالة، والآن قد نقلتم نحو النور الدائم. فلذلك نقيم بإيمان تذكار جهادكم الشريف البهيج يا شفعاءنا المجيدين المغنين إيانا الكلي المديح. لأن من الرب الرحمة ومن النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه. أيها الشهداء الحسن والظفر، يا من ظهرتم في أواخر الأزمنة كواكب لا تغرب في جلد الكنيسة الموقر، لقد أنرتم البسيطة بأسرها ببهاء جهاداتكم وأزلتم ظلمة الضلالة، والآن قد نقلتم نحو النور الدائم. فلذلك نقيم بإيمان تذكار جهادكم الشريف البهيج يا شفعاءنا المجيدين المغنين إيانا الكلي المديح. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. يا شهداء المسيح الدائمي الذكر، لقد كابدتم الاضطهاد العنيف وغدوتم مكبلين بالقيود وألقيتم في السجن بأجمعكم لزمن مديد، إذ كنتم بالحقيقة حراساً إلهيين على الإيمان، فمن ثم اقتاض الوحش الرديء اللقب فقتلكم بالسيف إذ لم تذعنوا لأوامره الرديئة. فالآن أيها الدائمو الذكر، يا من أنتم في العدد 42 قد ورثتم الممالك العلوية بابتهاج، لأن رحمته قد عظمت علينا وحق الرب يدوم إلى الدار. لنمدح جميعنا بصوت عظيم ثيوفيلوس مع قسطنطيطوس وبصوئي وكاليستوس وثيودورس مع سائر محفل اللابسي الجهاد الإلهي، لأنهم قد رغبوا في أن يموتوا من أجل الذي هو حياة الكل، فذبحوا مسرورين، والآن فهم يستريحون في مدينة الله الحي ويستمدون أننا لنحل غفران الخطايا في يوم الدين ونجاة كاملة. وإلى دار
صوفيا أورفي. يا نورا بهيا لقدس مجد الآب الذي لا يموت، السماوي القدوس المغلوط، يا يسوع المسيح قد بلغنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا. نسبح الآب والابن والروح القدس الإله يا ابن الله المعطي الحياة، إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة، لذلك العالم لك يمجد. بروكيمون لصلاة المساء باللحن الرابع من المزمور 51. توكلت على رحمة الله إلى الأبد، لماذا تفتخر بالشر أيها القوي؟ قراءة من سفر التكوين. حكمة لنصغي. وكان نوح ابن 600 سنة، فحدث طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى التابوت لأجل ماء الطوفان، ومن الطيور الطاهرة ومن الطيور الغير الطاهرة ومن البهائم الطاهرة ومن البهائم الغير الطاهرة ومن الوحوش ومن كل ما يدب على الأرض. 2 2 دخلت إلى نوح إلى التابوت ذكراً وأنثى على نحو ما أوصى الله نوحاً. بروكيمون باللحن الرابع من المزمور 52. إذا ما رد الرب سبي شعبه، قال الجاهل في قلبه ليس إله كنفس. حكمة لنستقيم، نور المسيح مضيء للجميع. قراءة من سفر الأمثال. حكمة لنصغي. يا بني، إذا كنت حكيما لنفسك ستكون ولرفقائك أيضا، وإذا حصلت رديا فستغترف الأسواق وحدك. الابن المتأدب يكون حكيما ويستعمل الجاهل خادما له. من يستند على الكذب فهو يرعى رياحا ومن هذه حاله، يطارد طيورا طائرة لأنه ترك طرق كرمه وضل عن عمل فلاحته، ويسلك في برية خالية من الماء، ويتخلل أرضاً متمادية في حوادث عطشها، ويجمع بيديه ما يكون من الثمر خالياً. الإمرأة الجاهلة والجسورة تحصل في إعواز من الخبز، وما تكون تعرف خجلاً. قد جلست عند أبواب بيتها على كرسيها ظاهراً في الشوارع، مستدعية المجتازين في الطريق والمتقومين في طرقهم هاتفة: من يوجد منكم شديد الغباوة فليمل إلي. وأوعز إلى الناقصة بصائرهم قائلة: لامسوا بالتذاذ خبزا خفيا واشربوا ماء السرقة الحلو. فالجاهل ما عرف أن الأرضيين عندها يهلكون وأنه يصدم مهو الجحيم. لكن اطفر أنت ولا تلبث في موضعها ولا تنصب عينيك نحوها، فإنك على هذه الطريقة تعبر ماء غريبا وتتجاوز نهرا أجنبيا. ابتعد من الماء الغريب ولا تشرب من عين ليست لك، لتعيش زمانا طويلا وتزداد لانك سنو الحياة. لتستقيم صلاتي كالبخور أماما وليكن رافع كذبيحة مالية.
فاستمع لي، استمع لي يا رب حين أصرخ إليك لتستقيم صلاتي كالبخور أمامك وليكن رفع يدي كذبيحة ما حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي لتستقيم صلاتي كالبخور قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا لتستقيم صلاتي كالبخور المجد للآب والابن والروح القدوس لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين لتستقيم صلاتي كالبخور أمامك لتستقيم صلاتي كالبخور وليكن رافع
لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول كريا ليسن أيها الرب ضابط الكل إله آبائنا نطلب إليك فاستجب وارحم يا رب ارحم ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم كريا ليسن وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس وكل إخوتنا في المسيح كريا ليسن أيها الرب إلهنا تقبل من عبيدك هذا التضرع الابتهالي وارحمنا بحسب كثرة رحمتك واسبغ رأفتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية لأنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. صلوا أيها الموعوظون للرب أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية خلص وارحم وعضد واحفظهم يا الله بنعمتك يا رب ارحم أيها الموعوظون احنوا رؤوسكم للرب يا رب يا الله إلهنا خالق كل الكائنات وباريها يا من يشاء أن الكل يخلصوا إلى معرفة الحق أن يقبلوا اطلع على عبيدك الموعوظين وانقذهم من الضلالة القديمة ومن حيل المعاند وانتدبهم للحياة الأبدية وأنر نفوسهم وأجسادهم وضمهم إلى عدد رعيتك الناطقة المدعوة باسمك القدوس لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين يا كل الموعوظين اخرجوا أيها الموعوظون اخرجوا يا كل الموعوظين اخرجوا لا يبقى أحد من الموعوظين يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة أيها الإله العظيم المسبح يا من بموت مسيحه المحيي نقلنا من البلاء إلى عدم البلاء أنت أعتق جميع حواسنا من موت الأهواء وأقم لها النطق الداخلي رئيسا صالحا واجعل أعيننا تنفر من كل منظر خبيث وآذاننا لا يطرقها كلام بطال وألسنتنا سالمة من الأقوال الغير اللائقة وطهر شفاهنا التي تسبحك يا رب واجعل أيدينا تبعد عن الأعمال القبيحة وتفعل ما يرضيك فقط وحصن كل أعضائنا وأذهاننا بنعمتك لأنه لك ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة يا رب ارحم إن نطلب إليك أيها السيد القدوس الفائق الصلاح الغني في الرحمة أن تكون شفوقاً متعطفاً علينا نحن الخطأ وأن تجعلنا أهلاً لاستقبال ابنك الوحيد إلهنا ملك المجد فها إن جسده الطاهر ودمه المحيي يمران عابرين في هذه الساعة مجمعين أن يوضعا على هذه المائدة السرية محفوفين بجمع غفير من الجنود السماوية على حال غير منظور وهبنا أن نتناولهما بغير دينونة حتى إذا استنارت بهما حدقات أذهاننا نصبح أبناء للنور والنهار بحسب موهبة مسيحك الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي القدس الصالح المحيي
الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. صلوات أبانا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا أمين. صلوات أبانا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا أمين. صلوات أبانا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا أمين. ها هي الضحية
كمل طلباتنا المسائية للرب. كيريا لايسو. من أجل هذه القرابين المكرمة السابق تقديمها وتقديسها إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي لرائحة طيب زكي روحاني يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسو. غاضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئتنا الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. فرسكك حتى خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. فرسكك زماني حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. فرسكك إليه. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب. يا إله الأسرار التي لا ينطق بها لسان ولا رأتها عين، يا من عنده كنوز الحكمة والمعرفة الخفية وقد أعلن لنا هذه الخدمة وقامنا نحن الخطأ عن كثرة محبته للبشر خداما لنقدم له قرابين وذبائح عن خطايانا وجهلات الشعب، أنت أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار، الصانع العظائم التي لا يسبر غورها، والمعجزات المجيدة الباهرة التي لا عدد لها، انظر إلينا نحن عبيدك الماثلين لدى هذا المذبح المقدس، كأننا لدى عرشك الشيروبيمي، وعليه مستريح ابنك الوحيد إلهنا بالأسرار الإلهية الموضوعة عليه، واعتقنا نحن وشعبك المؤمن من كل نجاسة، وقدس نفوسنا وأجسادنا كلنا تقديسا لا ينتزع، حتى إننا بتناولنا هذه القرابين الإلهية بضمائر نقية ووجوه غير خازية وقلوب مستنيرة نحيا بها ونتحد بمسيحك نفسه إلهنا الحق الذي قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، حتى إذا سكن كلمتك يا رب وتردد فينا نصير هيكلاً لروحك القدوس الواجب السجود له، فننجو من كل حيلة شيطانية تحيق بنا بالفعل أو بالقول أو بالفكر، ونحظى بالخيرات الموعودين بها مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ الدهر. واهلنا أيها السيد
أن نشر بدالة على ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحني رؤوسنا للرب لك يا أيها الإله الصالح المتحنن وحده الساكن في الأعالي والناظر ما هو أسفل اطلع بنظرك الحنو على كل شعبك واحفظه وأهلنا جميعاً لتناول أسرارك هذه المحية بغير دينونة فإننا لك قد أحنينا أعناق النفوس والأجساد متوقعين منك الرحمة الغنية بنعمته ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغ من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلاء والحاضر معنا ها هنا غير المنظور وأهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني لنصغي القدسات السابق تقديسها للقديسين هانذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل وصمة اقبلني شريكا في عشائك السرية ابن الله لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا لكن كاللصي أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله لأنه جمر يحرق غير المستحقين إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي فاحرق خطاياي بالنار الغير الهيولية وأهلني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل أعظم حضريك أيها الصالح في بهاء قدسك كيف أدخل وأنا غير المستحق فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي لأنه ليس هو لباس العرس وأطرد من الملائكة مغلولا فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله وأن أجعل رجاء إخلاصي على الرب اقبلني اليوم شريكا في عشائك السرية ابن الله لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا لكن كاللصي أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك أبارك الرب في كل حين على الدوام تسبيحته في فمي بربي تفتخر نفسي ليسمع لودعاء ويفرح عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا التمست الرب فاستجاب لي ومن جميع أحزاني نجاني تقدموا إليه واستنيروا وجوهكم لا تخزى
هذا الفقير صرخ والرب استجاب له ومن جميع أحزانه خلصه. ملاك الرب يحرس حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإنه ليس الذين يتقونه عواز. الأغنياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يلتمسون الرب فلا يعوزهم أي خير. هلموا أيها الأبناء واستمعوا لي فأعلمكم مخافة الرب. أي إنسان يريد الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلام وسع وراءه. عين الرب إلى الصديقين وأذناه إلى طلبتهم. وجه الرب على صانعي الشر ليمحوا من الأرض ذكرهم. صرخ الصديقون فاستجاب الرب ومن جميع أحزانهم نجاهم. قريب الرب من منسحقي القلوب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب عظامهم كلها وواحد منها لا ينكسر. موت الخطايا شر والذين يبغضون الصديق يأثمون. الرب يفتدي نفوس عبيده وجميع الذين يتكلون عليه لا يأثمون. أرفعك يا إلهي وملكي وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى أبد الآبدين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك مدى الدهر وإلى أبد الآبدين. إن الرب عظيم مسبح جدا وليس لعظمته منتهى. جيل بعد جيل يمدحون أعمالك ويخبرون بقوتك ويتكلمون بعظيم جلال قدسك ويتحدثون عن عجائبك وبقوة مرهباتك ينطقون وبعظمتك يتحدثون وبذكر كثرة صلاحك ينطقون وبعدلك يتهللون. الرب رحوم ورؤوف طويل الأناة وكثير الرحمة. الرب صالح للجميع ورأفاته على كل أعماله. لتعترف لك يا رب جميع أعمالك وليباركك أبرارك. إنهم يتحدثون عن مجد ملكك ويتكلمون عن قدرتك لكي يعرفوا بني البشر قوتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك جميع الدهور وسلطانك في كل جيل. الرب صادق في كل أقواله وبار في جميع أعماله. الرب يعضد كل الساقطين وينهض جميع المهشمين. أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتملأ كل حي سرورا. الرب عادل في كل طرقه وبار في جميع أعماله. الرب قريب من جميع المستغيثين به، من جميع المستغيثين بالحق، ويتمم مشيئة خائفين ويسمع تضرعهم ويخلصهم. الرب يحفظ جميع محبيه ويستأصل جميع الخطأ. بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل ذي جسد اسمه القدوس مدى الدهر وإلى أبد الآبدين. بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. يناول عبد الله لنا مبارك الشمس الكرونة بسبب دم خالصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا.
الخطايا والحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد فمن تناول رحمة الله الراهبة الكريم تسبب دم خالصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية ولشفاء النفس والجسد فمن يناول عبد الله الراهب سابق تسبب دم خالصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد فمن يناول عبد الله حسام جسد دم خالصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد أمين. يناول عبد الله الضم جسد دم خلصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد أمين. هذه قد لمست شفتاكم فتنزع آثامكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وبارك الرب في كل حين تسبيحاته بفمي في كل تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين من ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة احفظنا في قداستك لهجين طول النهار ببرك هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحية الرهيبة فلنشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. بعد سؤالنا أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. نشكرك أيها الإله مخلص الكل على جميع الخيرات التي منحتنا إياها وعلى تناول جسد ودم مسيحك المقدسين ونطلب إليك أيها السيد المحب البشر أن تحفظنا تحت كنف جناحيك وتهبنا أن نتناول مقدساتك إلى آخر نسمة من حياتنا عن استحقاق لاستنارة النفس والجسد ولميراث ملكوت السماوات لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم ربائك يا رب القديس. أيها السيد الضابط الكل يا من خلق البرايا كلها بحكمة وبعنايته التي يتعذر وصفها وبكثرة خيريته أوصلنا إلى هذه الأيام العظيمة الوقار بقصد تنقية النفوس والأجساد والإمساك عن الأهواء وعلى رجاء البعث يا من سلم خادمه موسى بواسطة صومه 40 يوما اللوحين المكتوبين بإصبعه هبنا نحن أيضا أيها الصالح أن نجاهد الجهاد الحسن ونتمم شوط الصوم ونحفظ الإيمان غير منقسم وأن نرد رؤوس التنانين غير المنظورة وأن نظهر غلابا للخطيئة ونبلغ السجود للقيامة المقدسة بلا دينونة فإن اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الرب إلهنا يا من اسم الرب مباركا من الآن وإلى من الآن وإلى الدار
محبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاء أن المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح الإله الحقيقي بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل للحياة طلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم وأبينا الجليل في القديسين نكتاريوس أسقف المدن الخمس الصانع العجائب شفيع هذا الدير المقدس والقديسين المشرفين الشهداء الحسني الظفر والقديسين وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحنة والقديسين المستشهدين في عموريا الاثنين والأربعون الذين نقيم تذكارهم الآن وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا لأنك صالحا ومحب للبشر احفظوا يا رب إلى آمين عديدا بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين يحفظ حياتكم أجمعين.